الأستاذة مديحة مديرة الحسابات وحمارة شغل. الشغلانة دي فعلا بتحب حد دؤوب. لا لا هي حمارة فعلا، ما بتفهمش أي حاجة. حتى شوف أستاذة مديحة 500 700 يوه اتلخبطت تاني، هعيد من الأول. حلوة قوي الشغلانة دي، بس كالي أنت عبيطة يا جميل، ما ينفعش أول قرار ليا يبقى قرار غلط. أنا لابد هنا الخزنة ريحتها ترد الروح. جميل ما تنساش إن أنت حرامي. وسيم ما تنساش إنك رد سجون. أنت يا جميل ما تقولش الكلام ده، هنا مش قايل لهم أي حاجة عن الموضوع ده. إيه ده كده وإحنا بنلف أكيد هنلاقي لك حاجة حلوة. بس حاجة حلوة. حلوة ما تعرفش. ها خلاص أهو قربنا. يلا بقى. خلاص. ايه رايك يا مظموظه؟ ده ايه ده؟ المكان ده بتاعك يا مظموظ، هديه مني ليك. بتاعنا ازاي؟ ضغطت على اصحاب المكان ودفعت لهم نص الثمن وهم وافقوا وسابوه لنا، ده هيبقى المشروع بتاعنا الجديد. ايه يعني المكان ده كله بتاعنا؟ لا 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 ده انا بحلم، ده حلم من وانا صغير. يعني انا كل اللعب دي هلعبها ببلاش؟ ايوه. والفيلا اللي كانت مضايقاك مني انا بعتها وجبت بفلوسها المكان ده ليك. تغور الفلوس ولا انك تزعل مني يا حبيبي؟ مبسوط مني بقى؟ مبسوط. في هنا العربه الشقيه؟ في العربه الشقيه. في ترامبولين؟ في ترامبولين. في الدوده؟ في الدوده. في الحلزونه؟ في الحلزونه. في المنخل؟ المنخل في السندباد. مفيش منخل هنا؟ ما هو المكان ضيق قوي يا مازو، مش هيكفي المنخل ده. يعني انت جيتي على اكتر لعبه بحبها وما جبتيهاش؟ خلاص يا مازو ما تزعلش، هعمل لك منخل صغير على قد. انت مفيش فايده فيكي. ايوه يا دكتور ايمن الزفت، مش تقول لي انه بيحب المنخل. وديني لو بعت الفيلا طلعت على فشوش هجيبك هنا وانخلك. معقولة يا مستر بسيوني البسين ده مش متغطي؟ فين البرايفسي بقى بتاعت الأعضاء بتاعتنا؟ طب ما تسرحش أوي لحسن تقع. يقع؟ يقع مين؟ ده دولفين اللي يقع. ده يظهر مش عارف الحادثة اللي حصلت في بسين الفندق. أقولها له؟ خلاص لا لازم أقولها له. متسفنيش بقى خلاص. أصله جاهل لازم يقع. يا عم خلاص قولها له. طيب بنت صغيرة قد كده وقعت في بسين الفندق، الباشا نزل كانت دولفين، خد على ظهره وطلع مية من هنا زي الدولفين كده معرفش إزاي. تقول لي يقع؟ أنا مش خايف عليه لا يقع في المية، أنا خايف يقع يكسر حاجة من البضاعة. إيه ده؟ إيه ده يا مستر باسيون؟ أصل يا سيدي فاتورة المية الشاردة جت غالية قوي، قلنا نوزعها على الأعضاء، رفضوا فأجرنا البسين لبتاع الكانتين. ما نربي فيه بلطي بقى ونزود الثروة السمكية. ونشوي ونقلي. فكرتونا تاني بيام الجلاجولي. أنت يا مستر باسيوني ملطة حتى وأنت أونر، مش ممكن يعني، أنت عايز وسيم الصريتي يبقى في نادي ما فيهوش بسين؟ سيد ايوه حضرتك. ده تقريبا الكلور حرق الاحبال الصوتيه بتاعته. سيد البسين ده يتنظف ويرجع بيبرق ان شاء الله باذن الله. لازم تعرف يا مستر باسيوني ان انا جاي هنا عشان النادي ده ما يقعش. وقع. ايه وقع؟ مين اللي وقع؟ الراجل. راجل مين؟ الراجل التخين. الراجل التخين. اه يا نهار اسود ومنيل. يا لهوتي ما قلت لك ما تسرحش قوي. الحمد لله قدر ولطف. والله العظيم بس النادي لذيذ جدا. الحمد لله بس انت خلي بالك يعني ما تبكيفيش على وشك تاني كده. ان شاء الله مفيش حاجه. ايه ده؟ واو ده طويل جدا يا مستر باسيوني، ده اكيد الكابتن بقى. ده شوقي النحاس كان بيلعب كره سله في امريكا، ولما رجع جالنا على طول، فانا قلت استغل مهاراته وشغلته على طول. تفكير منطقي منك على غير عادتك بصراحه. بس ده وشه كئيب قوي يا مستر وسيم، ولا هو عشان طويل والدنيا حر فوق فعشان كده مش مهز؟ لا ما انا ما شغلتوش لعيب كره سله، هو اما رجع ما حدش قدم، فانا قلت استغل مهاراته الاداريه علشان يجيب لنا الحاجات العاليه اللي فوق الرفوف اللي احنا ما بنطولهاش. زعافه يعني. انا قلت برضه انت اكيد مش هتعديها على خير. يلا الدريبل بقى يا شوقي. خليهم اتنين. انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ طب يلف لنا الدريبل. انت هتعمل زي الاهبل بيقول كره السله ده. أنا آسف يا مستر باسيوني، أنا ناسي إن حضرتك دلوقتي تعتبر أونر، اتفضل طب ورينا أي حاجة تانية. اتفضل يا فندم. لا والله اتفضل. هي العين تقلع على الحاجب، اتفضل اتفضل. خلي بالك بس عشان ما تتكفيش على وشك تاني. ودي بقى صالة تنس الطاولة بتاعت شويكار وباسيوني. تنس الطاولة يا شويكار؟ أنا مش شايف غير تنس بس.
لا ما انا اخدت التنس وانا اخدت الطاوله. بيطلع لنا من القهوه والطاوله لقمه عيش حلوه. بقول لك ايه، ما تسيب لي القهوه ديت وانا حبه حبه بالمحبه اسحب لك التنس دوت واخليها لك طاوله في طاوله بالمشاريب. انت عبيط يا نمي. طب هم هبل واحنا عارفين، هتعمل زيهم؟ اتقل وهمسكك حاجه حلوه. هتمسكني ايه؟ حاجه حلوه. لا بجد بجد. زرار قميص طموحي اتقطع وعذابي ولا في الافلام، حاسس جوه في قلبي وجع، لا نافع بنادول ولا كتافلام. الله 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 يا استاذ. الله الله, 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 الله. يا ريت بقى سمعنا حاجه عن القولون. الاستاذ نشأت شاعر كبير قوي، مناره لنادي بولي. ربنا يخليه لنا. بتسقف على ايه؟ بتسقف على ايه؟ انت فاهم اي كلمه من اللي هو قالها؟ عميق قوي بس عبيط قوي قوي. بقول لك ايه، انا لقيت نفسي مع المعاتيه دول الصراحه. انا همسك اللجنه الفنيه واللجنه الثقافيه والكانتين عشان يبقى زيتنا في دقيقنا، واللي تفتكره موسى يطلع فرعون، وخيرين تعمل شرا تلا. ايه علاقه اللي احنا بنقول ده بالموضوع؟ سيبك انت من الموضوع دوت، موافق ولا لا؟ موافق يا جميل. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. عايز بس اول قرار تاخده تمشي الراجل ده من النادي خالص. حصل. احسن ناشئين 45 46 يلا. طبعا احنا كلنا دلوقتي عارفين شعبيه كره القدم في العالم كله بقت عامله ازاي، وخصوصا بعد ما بيج رامي جاب هدفه العالمي. احنا بقى ما قدمش عندنا فريق نادي غير 2 لعيبه ومدرب، فقلنا نستغل المساحه الخضراء بتاعت ملعب الكوره ونزرعه دوره صفراء. ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر بسيوني؟ جميل، اكتب في البلان بتاعتنا. ها هننزل نلف كره مصر كلها، نعمل اختبار ناشئين وهشرف عليهم بنفسي. ليه كل ده يا مستر وسيم؟ انت بتفهم في الكوره؟ لا طبعا. خلاص نزرعها جرجير ولو ما بعناهوش ناكله. لا يا جميل ما ينفعش يا جميل، ممكن نعمل شويه كوره شويه جرجير شويه بقى دوره شويه، نعمل حاجات كتيره بقى، الملعب كبير جدا يعني. اكسر التعالي دي. هو انت مش عارف ايه الصوت ده؟ ايه؟ انا ممكن اطردك بعد اذنكم. لما اقول لك قوم تقوم. هو بيج رامي جاب الجون في كاس العالم ولا كاس الامم؟ والله اللي قال لي قال لي في كاس العالم. ده خلاص النادي لم بقى. هو انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. وسيم السريتي مدير النادي الجديد، اقدر اعرف ايه المشكله؟ مدير النادي؟ طب لو سمحت حل لي مشكلتي، الاستاذ جه وقعد مكاني. معقوله؟ طب اتفضل، معلش حضرتك اقعد مكانك وهي تقعد مكانها. لا هو يا فندم ما كانش قاعد هنا في الاول، بس معروف في النادي كله ان انا بحب اقعد هنا وهو جه بكل وجاحه وقعد مكاني. اه لا دي حاجه تانية بقى، معلش حضرتك سياسه نادي بولي ما فيهاش حجز اماكن، انت مش في سكشن. هو ده اللي قدرت عليه فاشل. انا ما اقدرش اقبل اهانه زي دي، انا مضطر اتخذ ضد حضرتك اجراء قانوني واخرم لك الكارنيه. ده انا اللي هتاخذ الكرسي ده فوق دماغك واخرم لك، هخرم لك كرشك ده. طب معلش بقى حضرتك قوم بقى عشان الموضوع كبر قوي مننا. اقعد في اي حته انت براحتك بقى براحتك. يا فندم انا مضطر اوقف عضويتك وادنهلك الامن دلوقتي، حضرتك غير مرحب بيكي في بولي. ايه نادي بولي؟ واضح ان حضرتك ما تعرفش انت بتكلم مين. بالعكس انا عارف انا بكلم مين، بكلم عضوه سابقه في نادي بولي هتطرد منه دلوقتي حالا. كارنيهك لو سمحتي. تعال اتفضل معايا عند الاونر عشان تعرف تاخد الكارنيه كويس قوي. اتفضلي. طبعا اتفضل انت الاول. اتفضلي انت الاول. ماشي. ويانا يا انت في بولي. اتفضلي. انا اسف جدا يا مدام شويكار، انا فعلا ما كنتش اعرف انها بنت حضرتك. واديك عرفت يا امور، ولمصلحتك ما تبقاش تنسى الاسم ده، اسراء المدبولي. اسم حضرتك اسراء؟ انا بحب الاسم ده جدا، مش تملق والله ولا اي حاجه، انا بس المدام عندي اسمها اسراء. انا بعتذر لحضرتك تاني. ولا يهمك، حصل خير. يا انت قلت لي اسمك ايه؟ وسيم، وسيم السريتي. بعد اذن حضرتك اروح احجز لك المكان. ماشي، بسلمني على المدام. يوصل يا فندم، بعتذر مره تانية بعد اذنك. بقى بتعيني مدير جديد غير كرسي يا ماما؟ ماشي. استغفر الله العظيم، هي ناقصاك يعني؟ يعني انا اقعد اتحايل عليكي في البيت عشان تعيني ويس وتجيبي واحد غيره؟ ماشي يا ماما. امشي يا بنت. ماشي والله. امشي يا بنت المجنونه منين؟ امشي. عايز تغيير شامل في المكان وتغير لي اليونيفورم ده، احنا مش في محطة بنزين هنا. وعايز اجدد كل الكراسي، انا مش عايز اللي بيلعب يبقى اي حاجه مشتتاه. خلي بالك اهم حاجه عند اللعيب الكرسي اللي قاعد عليه. وتغير لي اليافطه اللي بره دي باسمي، مازولاند ميم الف. ولا كريم اعاق، هي مازو بالزين ولا بالظهر؟ بالظهر طبعا يا بابا، مازو ضلع مظهر.
تبقى بالظهر. يا مظهر بالظهر. هو انت بيقول لك مظهر ولا مظهر؟ ما هي هي يا ابني. يا فندم احنا كده كده هنكتبها بالانجليزي. ولما انت هتكتبها بالانجليزي سايبنا نهري ليه؟ اكتبها بالانجليزي. ام اي مظهر بالزد ولا بالتي اتش؟ يو بقى اكتبها اي حاجه، اكتبها اي حاجه، وشوف حسابك كام وحساب العمال وخد تيبس كتير وروح حاسب المدام. يلا. حاضر. الله الله. الحمد لله يا رب. كريم انا عايزك تقف جنبي. انا واقف جنبك يا بابا. يعني انا قصدي تقف جنبي، يعني تقف جنبي على رجلك، يعني انا تنح للدرجه دي يا تنح؟ انا قصدي تقف جنبي في المكان تساعدني، عايزك تتمرمط وتحط ايدك في كل حاجه لحد ما تتعلم الشغل، قصدي تتعلم اللعب. بس المدرسه هتقول لي مدرسه تاني؟ يا كريم يا عاق، المدرسه دي يا ابني انا ما طلعتش منها غير بالقرايه والكتابه زي ما انت شايف كده، وانت ما شاء الله عليك بتقرا وتكتب زي الفل، يبقى مش محتاج المدرسه في حاجه. بس انا يا بابا قلت لك ان انا هدرس واخد 7000 دولار في الشهر. يبقى محتاجين المدرسه في حاجه. طبعا محتاجين ال 7000 فعلا. خلاص يبقى تجمع بين الاثنين، تروح الصبح تدرس وتاخد ال 7000 دولار، وبعد الظهر تنزل معايا المحل. بس يا بابا مفيش. بس كريم انا خلاص يا ابني كبرت، محتاج ابني يقف في ظهري، لازم حد يمسك اللعب ده كله من بعدي. هودي الكوينز دي كلها فين؟ انت اللي هتورثها. ازو كم ان هير. طب روح انت اعمل اي حاجه لحد ما اشوف سعدون عايز ايه. وان مومنت. تعال. مش خير يا سعدون؟ لا خير 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 ان شاء الله. قولي لي قولي لي. ما انت بتشتغل سعدون عشان هو طيب؟ لا والله انا بشتغله عشان هو حمار. صدقت مش قلت لك عشان انا حمار؟ انت مفهمه ان الراجل الشرير المجرم اللي قاعد عندنا في البيت ده هو اللعبه؟ انت قلت لها؟ هو انا مش فهمتك ما تقولش لحد؟ لا والله العظيم ما قلت لها، والله ابدا عيب ده انا صاحبك، بس هي في لحظه صفا جرجرتني ورهرهتني ورحت متلق قدامها بالكلام. بس بصراحه برضه ما اظن ان انا كنت شاكك في الراجل شنب الناس الغلابه ده. منين هو اللعبه ومنين بياكل ويشرب وبيعمل بيبي؟ ده بيعمل بيبي بكميات مهوله. سعدون هو انت حد فهمك ان اللعبه دي إيليان؟ ما هي بني ادم زينا يا حبيبي بياكل ويشرب ويعمل كل حاجه عادي. انا حسبت لكم ان انتوا الاثنين جوز بقر. بص اللعبه امبارح بالغلط كده بعت لي صوره ليه، تقريبا كان بعتها لواحده صاحبته اهي. بص اه مونديال ده هو شنب الناس. انت ايه انت ايه؟ مش قلت لك ان هو اللعبه؟ انت ايه عايزه تدمرين؟ الله يخرب بيتك. انا اللي غلطان. بتصغرني يا صاحبي. متشكر قوي على الواجب اللي ما عملتوش. ابعت لك اللعبه لحد بيتك وتعمل معاها كده؟ انت بتعمل ايه؟ ايوه غريب. انا عايزك تقعد اللعبه عندك يومين كده عشان يساعدوك. يومين طلاق من الفيلم يحصل؟ بص ده انا والله ما يحصل. ما تقعدش غير عندي انا اللعبه. انت ايه انت ايه؟ شيطانه عايزه تدمرين انا وصاحبي علاقه الصداقه اللي بيننا، هتدمريها. انا اسفه يا مازو حقك عليا، بس ما تاخذنيش، يعني انت كل تجاربك معانا فاشله الصراحه. ما تتاسفوليش، انا اتاسفوا للعبه زمان ودلوقتي شايفكم مش بتوع لعبه، واحتمال يخرجكم بره اللعبه. انا كده كده هكلم اللعبه اقول لها تغير لي فريق. لا لا لا, 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 لا يا لعبه هلا عظيمه تفنها لك بطء هموتها. لا ابعد عني يا سعدون، انا متنرفز بجد. مازو انت ايه؟ ينعل ابو تخنك في الارض هتدمريه. مازو هدي صاحبي. مازو ما تزعلش نفسك يا مازو، وحياه اغلى حاجه عندك، وحياه ام كريم ما تزعل مني، ولو بطيخه اللي انا عندي في البيت هطلعها مش عيب.